السلام عليكم، ازيكم يا سنة ستة؟ النهاردة هنكمل الجزء الثاني من درس المصابيح الكهربية. معاكم مس إسراء عواد، مدرسة العلوم بالمرحلة الابتدائية. الحصة اللي فاتت خدنا المصباح المتوهج العادي، النهاردة هناخد النوع الثاني وهو مصابيح الفلوريسنت. بيقول لي تعرف مصابيح الفلوريسنت باسم مصابيح النيون. طبعا ده مصطلح خاطئ. ليه؟ هيقول لك علل، هتقول عشان النيون لا يدخل في تركيب. طب ايه هي استخدامات مصابيح الفلوريسنت؟ طبعا ليها اشكال متعددة. اللي بتستخدم في اضاءة المنازل والمصانع والمكاتب والمحلات التجارية. بعد كده نيجي لتركيب مصباح الفلوريسنت. طبعا اشكال لمصباح الفلوريسنت قدامنا، بيقول لي بيتكون من اول حاجة انبوبة زجاجية اسطوانية الشكل زي ما احنا شايفين قدامنا، فتيلتان من التنجستين على طرفي المصباح. قلنا طبعا التنجستين لان درجة انصهاره مرتفعة. عندي نقاط توصيل عند كل طرف. فين نقاط التوصيل دي؟ قال لي نقاط التوصيل اهي. تمام. بعد كده نيجي، بيقول لي الأنبوبة الزجاجية مفرغة من الهواء، يعني لا تحتوي على هواء. طبعا قلنا ليه؟ عشان لإطالة عمر الفتيلة. بيقول لي يغطى الزجاج من الداخل بمادة فسفورية تومض عند سقوط الضوء عليها. يبقى المادة الداخلية ليها دي عبارة عن مادة فسفورية. تالت نقطة معايا، بيقول لي عند مرور التيار الكهربي في الفتيلتان تسخن وتتوهج وتشع ضوء. الفتيلة أول ما بيمر فيها تيار كهربي اللي بيحصل لها؟ قال لي بتسخن وتتوهج وتشع ضوء. رابع نقطة معايا، بيقول لي يوجد عند كل طرف من طرفي المصباح نقطة توصيل كهربي. طبعا باين من اسمها ان نقطة التوصيل ايه وظيفتها؟ بتقوم بتوصيل التيار الكهربي للمصباح. بعد كده نيجي لمقارنة بين المصابيح المتوهجة العادية ومصابيح الفلوريسنت. اول حاجة بيقول لي المصابيح المتوهجة العادية مصابيح الفلوريسنت من حيث ايه بقى؟ من حيث التركيب. اول حاجة التركيب، بيقول لي المصباح المتوهج العادي قلنا بيتركب من ايه؟ من انتفاخ زجاجي وفتيلة من التنجستين وقاعدة معدنية. وقلنا ان القاعدة المعدنية عندي منها نوعين، قاعدة مثمرية وقاعدة حلزونية. طيب تركيب مصباح الفلوريسنت، قال لي بيتكون من أنبوبة زجاجية وفتيلتان من التنجستين ونقاط توصيل. بعد كده الغاز المستخدم في المصابيح المتوهجة العادية، قلنا غاز الأرجون الخامل. طيب في مصابيح الفلوريسنت، قال لي برضو غاز الأرجون الخامل مع قليل من بخار الزئبق. طيب ايه هو الاساس العلمي للمصباح المتوهج العادي؟ قال لي مرور الكهرباء في الفتيلة بتسخن وتتوهج وتشع ضوء. طيب في مصابيح الفلوريسنت، قال لي مرور التيار الكهربي في بخار الزئبق او الغاز اللي هو الغاز الخامل الارجون تومض المادة الفسفورية الموجودة على جدار الانبوبة الزجاجية. بعد كده بيقول لي علل، لابد من الحرص عند التعامل مع مصابيح الفلوريسنت. ليه لازم ان انا ابقى حريصة في التعامل معاها عشان ما تتكسرش؟ ليه؟ قال لي حتى لا ينكسر المصباح ونتعرض لمادة بخار الزئبق. مادة بخار الزئبق دي مادة سامة. تاني سؤال بيقول لي نقاط التوصيل في مصباح الفلوريسنت لها اهمية كبرى. ليه؟ قلنا لانها توصل التيار الكهربي للمصباح. ثالث سؤال بيقول لي الأنبوبة الزجاجية مفرغة من الهواء، ليه ما فيهاش هواء؟ قال لي لأن الهواء الجوي يحتوي على غاز الأكسجين، دايما خدناه في الترم الأول بنسبة 21% الذي يساعد على الاشتعال. طيب بعد كده بيقول لي اختر أي من الغازات التالية يوجد في مصباح الفلوريسنت ولا يوجد في المصباح المتوهج. طبعا بخار الزئبق بيوجد في الفلوريسنت ومش موجود في المتوهج العادي. تاني سؤال بيقول لي يفضل استخدام التنجستين في صناعة المصابيح. ليه؟ ممكن يجيلي بصيغة علل، هتقوله لأن درجة انصهاره مرتفعة.
ثالث سؤال بيقول لي يحتوي الانتفاخ الزجاجي للمصباح المتوهج على غاز نقط، قلنا على غاز الأرض. بعد كده بيقول لي الشكل التالي يمثل المصباح الكهربي. طبعا المصباح اللي قدامي ده مصباح متوهج عادي، عاوز طبعا البيانات اللي بتشير عليها الأسهم. أول سهم معايا رقم 1 ده عبارة عن انتفاخ الزجاجي الرقيق، رقم 2 طبعا دي فتيلة المصباح المصنوعة من التنجستين، رقم 3 قلنا ده سلكان من النحاس، قلنا وظيفتهم ان هما بيقوموا بتوصيل التيار الكهربي من قاعدة المصباح الى الفتيل، رقم 4 معايا قال لي دي قاعدة المصباح. بعد كده بيقول لي الشكل التالي يمثل المصباح الكهربي، لاحظ الشكل واكمل البيانات. طبعا الصورة اللي قدامي دي مصباح فلوريسنت، برضو هنكمل البيانات. اول سهم معايا بيشير للأنبوبة الزجاجية، الشكل التاني بيشير الى فتيلة من التنجستين، قلنا طبعا ده المصباح فلوريسنت فيه فتيلتان من التنجستين، هنا بيشير على واحدة منهم، رقم 3 دوت نقطة توصيل. وبكده يا سنة 6 نكون خلصنا شرح الجزء الثاني من درس المصابيح الكهربية مع أطيب التمنيات بالنجاح والتفوق.